هكلمك على الحكومة عملت ايه في سينا، مش الحكومة راحت النهاردة سينا ليه، عملت ايه في سينا. النهاردة كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ومعاه 7 وزراء بيتجولوا، ودي إشارة مهمة جدا، في شمال سينا بيتفقدوا ايه، مشروعات اسكان اجتماعي، مشروعات اسكان متوسط، خدمات ومشروعات تنموية. راحوا رفح وراحوا الشيخ زويد وراحوا العريش وحاجة 100 فل و14، رفح الجديدة أكتر من 10,000 وحدة سكنية لأهالينا العاديين جدا، بيوت بدوية لأهالينا السكان اللي هناك، كل الخدمات. أدي التشطيب قدام حضرتك، يعني أنا مش هبيع لك الشقة يعني، بس أنا بقول لك هو ده بس اللي بيجرى. أنت تتساءل طول الوقت، وفي ساعات مواطن فزلوك، وفي مواطن سايب نفسه للأسف الشديد لإعلام بتاع الإخوان المسلمين. أدي العمارات قدام عينك، ما هياش مثلا مرسومة على ورق، ولا هي مكتات، ولا مجرد رسومات إنشائية، دي العمارات قدام عينين سيادتك، ده التشطيب بتاعها قدام عينين سيادتك، واضح جدا إنها مشروعات بتاعة إسكان اجتماعي وإسكان متوسط إلى آخره، الدولة موجودة هناك، الحكومة موجودة هناك، في إشارة واضحة، الوضع مستقر وسوف يذهب إلى ما هو أكثر استقرارا. اللي عاوز يصدق يصدق هو حر، اللي مش عاوز يصدق ما يصدقش برضه هو حر، في النهاية خالص دي حريتك وقرارك الذاتي. اللي عاوز يشتغل في البلد دي أهلا وسهلا، اللي مش عاوز يشتغل في البلد دي برضه هو حر، اللي مصدق في إن البلد دي هتعدي أزمتها أهلا وسهلا، من العندي قبل العندي، واللي مش مصدق برضه هو حر. محولات كهرباء، محطات مية، كل حاجة كل حاجة. احنا معانا على التليفون سيادة السفير نادر سعد متحدثا باسم الحكومة المصرية باسم مجلس الوزراء. اهلا بحضرتك سيادة السفير. مساء الخير استاذ يوسف، ازاي الصحة؟ كله تمام؟ الحمد لله، الحمد لله على سلامتك من التجمع. رب شفت يا سيادة السفير، هو سيادتك ساكن في التجمع ولا ايه؟ لا لا لا، بس احد المدن الجديدة، ودي يعني سمة في كل المدن يعني. نايبة كان الله في العون. ما انا سكان 6 اكتوبر، بس احنا دافع جنب التجمع برضه. برضو والله دافع جنب التجمع. سيد سفير، يعني اولا خلينا نتكلم على الإشارة التي أراها أنا جيدة جدا بل ممتازة لوجود دولة رئيس الوزراء وسبع وزراء من الحكومة في المناطق الثلاثة التي كانت شهيرة فيما قبل بأنها مناطق غير مستقرة أمنيا، رفح والشيخ زويد والعريش، فأنا قلت الحكومة هناك بنفسها. طبعا لحظة فارقة ومهمة جدا، يوم رئيس الحكومة بيتوجه إلى شمال سيناء برفقة 7 وزراء بيتفقدوا 3 مناطق أو أكثر في ربوع المحافظة. ده يعني أكيد بيدل على إن مش رايح لمنطقة واحدة مثلا نقول دي منطقة مؤمنة فهو زارها، لا، ده هو اتحرك على طرق سريعة وزار 3 مناطق مختلفة، وذهب أيضا لمدينة رفح الجديدة، ودي مدينة جديدة بيتم بنائها على غرار المدن الجديدة اللي منتشرة في ربوع مصر وبها 10,000 وحدة سكنية. هي رسالة تؤكد أن الأمن والأمان عاد بشكل فعال لمحافظة شمال سيناء، والسنين سنوات العجاف اللي كانت بتشهد فيهم عمليات إرهابية مختلفة وأثرت حتى على انتظام العمليات التعليمية. لو ترى النهاردة صحيح جامعة العريش وفرحة الأبناء الطلبة وهم يعني الدراسة أصبحت منتظمة. على فكرة هناك 5 جامعات أخرى يعني، أو 5 جامعات من ضمنهم جامعة العريش، مش بس جامعة العريش، ده غير أن الطلبة هؤلاء الطلبة مش من سكان شبه جزيرة سيناء فقط، لا، دول جايين من محافظات أخرى، يعني أبناء المحافظات الأخرى أصبحوا بيذهبوا لشمال سيناء لجامعات في شمال سيناء، وده أمر يعني لم يكن متصور منذ عدة سنوات. صحيح، الأمن والأمان تحقق، يعني عملية يعني تحرير ثاني لسيناء بعد تحريرها الأول في 82. العملية التنمية موجودة، وده ناتج عن القرار الاستراتيجي اللي اتخذه سيادة الرئيس، ان التنمية ومكافحة الإرهاب يسيرة جنبا إلى جنب. احنا مش قلنا هنخلص الإرهاب وبعد كده ننظر للتنمية، لا، في الوقت اللي كان الإرهاب يتم محاربته وتضحيات تبذل من الجميع كانت عمليات التنمية شغالة على مدار ال6 سنوات الماضية، وده اللي خلى لما رئيس الوزراء يذهب النهاردة يجد مشروعات قائمة بالفعل ومشروعات نفذت بالفعل، مش مشروعات لسه هتنفذ. صحيح 100%. طيب أبرز المشروعات اللي راح وزارها النهاردة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنا شايف أنه زار تجمعات سكنية، بيوت بدوية، محطات كهرباء، محطات تحلية،
ايه ابرز المشروعات اللي احنا النهارده نقدر نتكلم عليها يا سياده السفير ونقول ادي توجه الدوله ناحيه سيناء، نقول كده بالفم المليان زي ما بيتقال؟ البنيه التحتيه كان لها نصيب الاسد. لو بنتكلم في مشروعات الكهرباء، الطاقه اللي كانت في محطات الكهرباء القائمه في سيناء منذ عده سنوات كانت لا تتجاوز 70 ميجا وات. احنا الان بنتكلم عن اجمالي طاقات كهربائيه 700 ميجا وات، يعني تم مضاعفه الطاقات الكهربائيه 10 مرات. محطتين كهرباء زارهم رئيس الوزراء النهارده اللي هم اللي هيرفعوا الطاقه الكهربائيه ل 700 ميجا وات، ياخدوا على اي مشاكل لانقطاعات التيار الكهربي في سيناء ويوصلوا التيار لكل ربوع محافظه شمال سيناء. المينا، مينا العريش اللي كانت مساحته لا تتجاوز 50 فدان، وبقرار من سياده الرئيس تم زياده 540 فدان اضافيه على ال 50، يعني زادت مساحته 11 مره. ايه اهميه هذا المينا والتوسعه اللي بتتم فيه؟ ان هذا هو المنفذ الوحيد لشبه جزيره سيناء بكاملها على البحر المتوسط، وهيكون ان شاء الله هيسهم في يعني يخدم على مشروعات الصناعيه اللي الدوله هتقوم بها في سيناء، بالاضافه طبعا للمشروعات القائمه الصناعيه اللي موجوده بالفعل. مدينه رفح الجديده اللي كنت بتكلم عنها 10,000 وحده سكنيه في مدينه جديده مقامه، ولم يعني ننسى اننا نتحدث عن مجتمع ذو طبيعه خاصه، علشان كده بالاضافه لل 10,000 وحده سكنيه في رفح الجديده في نفس المدينه عملنا بيوت بدويه 400 بيت بدوي يناسب يعني ثقافات وعادات هذه المنطقه. فكل المشروعات التنمويه طبعا بالاضافه للجامعه تحدثت عنها والمستشفيات، كل المشروعات التنمويه موجوده. وعلى فكره يعني محافظه شمال سيناء بتتميز حتى عن محافظه جنوب سيناء بان تنوع الاغراض التنمويه المتاحه هناك، يعني جنوب سيناء دايما بنتكلم عنها كمقصد سياحي عالمي وهي بالفعل كذلك، لكن شمال سيناء هناك مشروعات استصلاح زراعي قائمه ويتم تنفيذها، هناك مشروعات صيد اسماك واستزراع سمكي، هناك مشروعات تعدين لان شمال سيناء غني بمناجم المعادن المختلفه، هناك مشروعات في مجال الصناعه، في صناعه الاسمنت موجوده بالفعل وصناعات اخرى ستضاف، فشمال سيناء بتتميز بالثراء، والسنوات اللي كان للاسف كانت بتتعرض فيها للارهاب طبعا اخرت التنميه هناك، لكن الحمد لله ان الامن والامان عاد الى هناك وسيتم تعويض كل السنوات التي مرت وبمزيد من التنمية في المستقبل إن شاء الله. طيب بشهادة صريحة مني، يعني أنا سافرت سينا كتير جدا 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 حتى من قبل 2011، سافرت سينا أول مرة وأنا عندي حوالي 13 سنة يعني، وتحديدا سافرت على شمال سينا ده غير رحلات المدرسة، ويمكن كان سنة 2002 كنت هناك وسمعت كم شكاوى من أهالينا في شمال سينا ومدينة العريش غير طبيعية. أنا مش هسأل ليه ما كانتش الدولة مهتمة زمان، واعذرني في سذاجة السؤال المطروح دلوقتي بقى، لكن الهدف هو إجابته، وليه الدولة مهتمة بشمال سيناء؟ ما كانت منسية يا سيادة السفير؟ ما هو كانت منسية، ده خطأ استراتيجي، إن الدولة يعني في سنوات معينة لم تلقى سيناء الاهتمام الكافي، وما كانش فيه موارد بتوجه لشبه جزيرة سيناء. شبه جزيرة سيناء أرض غالية، دفعنا كلنا يعني كل عائلات مصر دفعت الغالي ويعني الثمين من أجلها، ما فيش عيلة في مصر ليس بها شهيد في حرب 73 وقبلها 67 وأيضا حرب بسميها حرب التحرير الثانية من الإرهاب. كل عائلات مصر النهارده السيد المستشار عمر مروان وزير العدل، أيوة، افتتحنا قاعه تحمل اسم يعني شقيقه الاصغر شهيد المستشار محمد مروان اللي هو استشهد في سيناء ايضا في 2015. فالارض اللي المصريين دفعوا فيها هذا الثمن تستحق منا التنميه. وليه مهتمين بسيناء؟ لان التنميه هي السلاح الانجع في محاربه الارهاب. الارهاب يجد مرتعا في الاراضي الخاليه، يجد مرتعا ضمن يعني المجتمعات الفقيره، بيستغل فقر الناس وينفذ اليهم من خلال افكار طبعا بتتمسح بالدين والجهاد وخلافه، لكن التنميه هي السلاح الاهم بالاضافه للجهود الامنيه بالطبع، خاصه ان انت بتتكلم عن ارض قابله للتنميه وبها فرص. انا كنت لسه بتكلم عن محافظه شمال سيناء والفرص المتعدده اللي موجوده بها. هدفنا ان احنا نوسع رقعه العمران في شمال سيناء في شبه جزيره سيناء بشكل عام، لكن يعني بنعني هنا شمال سيناء، لتصبح محافظه جاذبه للناس اللي موجودين حتى في الدلتا وفي الصعيد. صحيح. لان هناك فرص للتوسع،
هتقلل لي الكثافه، يعني الناس لما تروح سيناء وتعيش هناك في المجتمعات العمرانيه الجديده اللي احنا عاملينها هتقلل لي الكثافات السكانيه اللي موجوده في الدلتا، وايضا يعني هناك فرص عمل موجوده بالفعل او ستكون موجوده مع المصانع الجديده اللي هيتم انشائها وافتتاحها، فهي بتخدم على كافه اوجه العمران والتنميه في مصر. هي بتخدم سيناء، يعني التنميه تستهدف سيناء، لكن تنميه سيناء تخدم ايضا على التنميه في ربوع مصر. صحيح، انا بشكرك جدا سياده السفير، واسف على الاطاله، وانا عارف ان كل القنوات اكيد بتزن على التليفون دلوقتي، كل عاوز سياده السفير معاه على التليفون. اشكرك جدا يا فندم، واسف على الاطاله. شكرا ليك يا فندم، الف الف شكر ليك سياده السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء.